السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ اليوم ان شاء الله فيديو جديد في القناه، نتمنى ينال الاعجاب ديالكم. اليوم بغيت نشارك معكم النهار ديال البوناني كيفاش داز، يعني ماشي تحتفلوا ولا شي حاجه، غير تتكون شي حاجه سبيسيال داك النهار كنكسروا بها الروتين، ماشي شي احتفال، ماشي لي بالون، ماشي شي حاجه. جيت اليوم نشارك معكم هذا النهار ديالي. هنايا جينا نتغداو فواحد ستاسيون، يعني عاد حلات جديده زوينه بزاف، كنصحكم بهم الناس ديال مراكش، راه غزاله بزاف، اللي هي مطعم البركه. كاينين بزاف ديال الفروع ديالها، ولكن هذه يعني الماكله ديالتها زوينه بزاف، يعني التعامل زوين. هاني تنصور لكم فين جات بالضبط، وفريمون حتى الماكله فيها غزاله بزاف. تبعوا الفيديو حتى الاخير، غادي يعجبكم بزاف مع واحد الحلوه ديال لاكريم اللي صايبتها انايا في الدار، وغادي يعجبكم ان شاء الله الفيديو، نخليكم معاه فرجه ممتعه. هنا كنوريها لكم من الداخل، عرفتوا زوين، يعني بحال شي قاعه ديال الافراح. جينا باش نختاروا اش بغينا ناكلو، كاينين بزاف ديال الاختيارات، الطاجين، الحوت، الطنجيه، يعني الساندويتش داير صغار بزاف بزاف بزاف. حنا اختارينا اليوم نديرو المشويات، جينا هنا كنتقداو واش خاصنا. استغليت الفرصه باش ندير لكم دويره في المنيو اللي دايرين، باش كل واحد يشوف شنو يجي معول عليه من الدار. اليوم جيت هنا ندير لكم شويه دوره فات، يعني في المنيو ديالهم كيفاش داير، كما كيبان لكم راه دايرين الفطور وكدا، مشروبات. ولكن يعني بصح، يعني الأثمنة مقارنة مع الجودة والمذاق وداكشي والسيرفيس ديالهم غزال بزاف. أنا كنصحكم بهاد ريستو، يعني غير جربوه، راه زوين حتى المنظر، وكاينين فضاء اللعاب ديال الدراري الصغار، كاين الشوكة فاش يلعبو، غزال بزاف. لي صدقوني غير جربو وغادي تشوفو كيما تيبان ليكم الأثمنة. جميع الاختيارات كاينين، بيتزا، بانيني، طواجن، و تيديرين واحد المنظر زوين ديال الطنجيه، كيجيبوها لك حتى قدامك هاد كيخبيوها في الطبسيل، يعني منظر زوين كتبدلو الروتين. هنا جيت ندير لكم واحد الكوكو كيف ما كيبان لكم، دايرين داكشي بحال ديال قاعه الافراح، يعني بحال نتوما كيف ما تيبان لكم الصوره كتبين كلشي بحال قاعه ديال الافراح، لي سيرفيات، كلشي كلشي. دابا هنايا تقدينا داكشي اللي خصنا، دينا باش يشوف علينا، وجينا باش نجلسو نضربو دويره نشوفو يعني كيفاش داير. هنا حنا خدينا واحد السلطه يعني زوينه بزاف، هادي سلطه نسواج، واحد سلطه فخوي د مير، لا كلها هي الكريمات على بعض، وما خبز تاملوت ديالكم غزال، دايرينو عرفتو غزال بزاف. هانتوما شوفو الأطباق ديالنا من بعد ما تشواو، وشوفو كيفاش زوينين بزاف فوق الفاخر، صحيين بزاف، وواحد البريري ديال أتاي، زعما الله يعطيهم الصحة، حتى الكويسات زوينين، البرد زوين، كلشي 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 عندهم باقي جديد، ودايرين واحد الفضاء بوحدو ديال لاكلاص، واحد الفضاء ديال أتاي، واحد الفضاء ديال القهوة. داكشي عجيب، يعني ماشي هي شي حاجه عاديه، غزال بزاف داكشي ديال الاختزانه فريمون. من بعد الغديوه جينا نضربو شويه دوره في المرجان، راكو عارفين لي صول وداكشي ديال نهار البوناني كيكون زوين بزاف. جيت نضرب لكم دويره، حتى الحوايج دايرين فيهم لي صول، دايرين فيهم
جميع الالوان، كاين ديال 129 درهم، كاين ديال 149، زوينين في جميع الالوان، كاينه كاع 99 درهم. باش اللي باقي بغاهم يمشي دابا المرجان، راه باقيين صدقوني، راه زوينين. ضروري خصني الا جينا المرجان نضربو فيه دويره، خصنا نشوفو الحلاوي. واخا انا فريمون ما كيعجبونيش الحلاوي ديال المرجان بكل صراحه وبكل احترام ليهم، حتى نتوما تجاوبوني في الكومونتير، كتشروهم بثمن باهظ بزاف وفي الاخر ما زوينينش، ما كايناش الكاليتي نهائيا. بزاف صدقوني عجبتني وعجبت المال نطال بزاف، غادي نخلي لكم ان شاء الله بالتفصيل ديالها كيفاش تجيو ليها. هذه هي الحلوه ديالنا من بعد ما دخلنا في الشركه، قلت لكم ما كاينش احتمال هذا، يعني كان كسوبرتي كيكون داك النوع مميز، راه ماشي تحت كل حاجه، ولكن راه داك هاد العام الجديد راه كيدخل علينا التحضيرات، حنا مسمين ولا مصاره ولا كل شيء، يعني كل شيء كيدخل على عام جديد. يعني دابا كاين شي ناس الله يهديهم تيقول لك لا الحلوه ما تاش هادي ما تاش هادي، ولكن راه بغيتي نتا ولا كرهتي راه هذاك السنه الجديده راه دخلات علينا كاملين، سواء مسلمين سواء ما عرفت كيفاش نكونوا، راه دخلات سنه جديده وراه كنخدموا بها، يعني كنبغوش داك النهار يكون شي شويه مميز. انا بالنسبه لي الاحتفال هو الواحد يجيب الجوق يلبس التكاش يدفع لي فلوس، ولكن كل واحد الاحترام ديالو، كنحترموا جميع الديانات، كنحترموا جميع اراء الناس. هذا هي واحد اونتر بارونتيز، خليكم مع الحليوه. وهذه واحد العشيوه زوينه بزاف، واحد البيتزا بالصومون بواحد الرويال وواحد تاكوس. انا كان يعني كنقضر نهار كنخرج كنتغدى في السلقه، يعني ما كنحطش ليا في الماء، كنبغي غير الغدا والعشاء وكنسكوت ما ندير حتى حاجه، يعني كناخد شويه انا روبو كنتسارح باش الغد ليه، وتتبدا السيمانه يعني تتبدا السيمانه وانت تكون قوي، يعني ما كتعياش، كتكون مكسر الروتين ديالك، يعني صافي الواحد مره في السيمانه خصو ينسى شي حاجه سميتها الكوزينه. نزلنا خدينا واحد البيتزا، جيت طحنتي العصير افوكا واللوز، صافي وكنا كنتفرجوا في السهرة بخير وعلى خير. وهذه هي الحفله ديالنا، ماشي حفله، هذا هو النهار ديالنا كيفاش داز. نتمنى ان شاء الله يكون نال الاعجاب ديالكم.